أحسن الله إليكم. معنا اتصال من رابغ حسن. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، نفع الله بعلمكم يا شيخ. جزاك الله خير، تفضل. الله يبارك فيك. عندنا سؤال عن تشجير الحاجبين للمرأة، ما حكم؟ الله يجزاك خير. طيب شكرا لك يا حسن، بارك الله فيك. الله يجزاك الجنة. السلام عليكم. عن التشجير يسأل يا شيخ، الحاجبين للمرأة. نعم. يسأل عن تشجير الحاجبين للمرأة. لا يجوز للمرأة أن تعبث بحواجبها، لا بقص ولا نتف ولا حلق ولا تشقير ولا صبغ ولا غير ذلك، تترك الحاجبين كما خلقهم الله سبحانه وتعالى، لا تعبث بهما. نعم.